الحمد لله الكريم المنان، أمر بعمارة الأوطان ونهى عن الإفساد في البلدان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن تقوى الله جل وعلا سبب من أسباب فلاحكم. قال الله جل وعلا: واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، أمر الله جل وعلا خلقه وعباده بعمارة الأوطان وبحماية البلدان، ونهى جل وعلا عن الإفساد فيها. ولذلك قال الله جل وعلا على لسان العبد الصالح: صالح هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والمعنى أن الله جل وعلا أمركم بعمارة وطنكم وبالمحافظة على بلدكم، وهكذا كان الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. ولقد قدم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنموذجًا رائعًا في مسألة عمارة الأوطان وفي مسألة إصلاح البلدان وفي مسألة قطع كل ما من شأنه أن يخل بهذا الأصل الأصيل. فحينما هاجر إلى المدينة التي جعلها الله جل وعلا وطنًا له، أول ما صنعه صلى الله عليه وسلم هو عمارة الإنسان، والمعنى أنه بنى الإنسان بناءً عقائديًا إيمانيًا حينما دل الناس على الله جل وعلا، فأصبحوا موحدين مخلصين لله جل وعلا. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعمارة هذا الوطن بإنشاء المساجد: مسجد قباء ومسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، في إشارة إلى عظمة هذا الدين، وإلى أن البلدان إنما تعمر حينما يكون الناس قريبين من الله جل وعلا. ثم سعى النبي عليه الصلاة والسلام في قضية اللحمة الواحدة بين أهل الإسلام والتعايش القائم على السلام على أرض المدينة ممن كان يعيش فيها. ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوثيقة التي تشير إلى عظمة الإسلام وإلى عدل الإسلام، وضع وثيقة تؤدي إلى التعايش السليم وفق القواعد الشرعية التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حث النبي عليه الصلاة والسلام على بذل كل ما من شأنه أن يقوي اللحمة وأن يؤدي إلى الأمان والاستقرار. يقول عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فذهب المسلمون يطبقون هذا تطبيقًا عمليًا ويترجمونه ترجمةً واقعية، حتى ضرب ذلك العهد الذهبي أروع الأمثلة في التماسك وفي بناء الوطن الذي أصبح مضرب المثل على طول الزمان وعرضه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على الزراعة
والصناعة والتجارة من خلال جملة من النصوص فهمها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاتجروا في الأسواق. ولذلك إذا تأملنا في العشرة المبشرين بالجنة نجد بأن ثلثي العشرة من كبار تجار وأغنياء الصحابة، مع هذه العبادة والتأله وهذا التنسك ما منعهم ذلك أن يقوموا بعمارة الدنيا مع سعيهم للآخرة. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يشجع على الصناعة، فأصبح هناك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الذكوري والإناثي يقومون بالصناعات. كذلك الزراعة انتشرت انتشارا عجيبا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح لديهم الاكتفاء الذاتي إن صح التعبير مع ما لهم من الأجر والثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له فيه الأجر. فتأملوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الله جل وعلا أوحى إليه بالمحافظة على هذا الوطن وعلى هذا البلد ليكون أسوة وقدوة صلوات ربي وسلامه عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن قضية الأمن في الأوطان والمحافظة على البلدان أكدتها نصوص الشريعة، وهي مبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد امتن الله جل وعلا على قريش بقوله سبحانه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم عباد الله، ولذلك الوطن نعمة عظيمة من نعم الله، وإن كنا نستذكر فبالخير نستذكر ولاة أمر هذا البلد الطيب المبارك الذين أسسوا هذه الدولة، فأصبحت مضرب المثل في الأمن والأمان وفي الاجتماع وفي السلم، ولله الحمد والمنة. فرحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. ونستذكر أيضا هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل المحافظة على دين الإسلام والمحافظة والذود عن حياض هذه البلاد، فسجلوا أسماءهم في لوحة الكرامة، وسجلوا أسماءهم وحفروها في ذاكرة التاريخ حينما قدموا تلك البطولات في سبيل بقاء هذا البلد آمنا مستقرا مستقلا، ولله الحمد والمنة. وحق هؤلاء علينا جميعا ألا ننساهم من دعواتنا في جميع أحوالنا، في صلاتنا وفي غير صلاتنا. ذلك لما لهم من السابقة في حماية ثغور هذا الوطن المبارك. فواجب على كل مسلم أيها المسلمون المحافظة على أمن بلده واستقراره والسعي في تنميته، وذلك من خلال العمل والاكتساب والاحتراف والمحافظة على مقدرات الأوطان وحسم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بأمن هذا الوطن. فالوطن باختصار سفينة لا بد أن ينجو فيها الجميع،
ولا بد أن ترسو إلى بر الأمان، وهذا لا يكون إلا بمثل هذه المبادئ والقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، ووفقه ونائبه وجميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.